أهلا وسهلا فيكم. تحت شعار الأردن تاريخ وحضارة انطلقت فعاليات مهرجان الفحيص بدورته 27. كان في المقدمة أوبريت ضخم بمشاركة عدد من الفنانين العرب منهم محمد عساف وديانا كرزون. خليكم معنا. الحفلات الصيفية لسه ما خلصت ولازلنا مكملين كل يوم مع مهرجان جديد من مهرجانات الأردن الغنية بالثقافة والفن. وفي بلدة الفحيص تم افتتاح مهرجان الفحيص رسمياً بأوبريت ضخم بعنوان القدس في عيون الهاشميين. هالعنوان كان له مكانة خاصة بقلوب نجومنا من العالم العربي واللي شاركوا بالغناء، ومنهم محمد عساف وطوني قطان، ديانا كرزون ونداء شرارة وزين عوض وغيرهم. وخلال الحفل كان إلنا لقاء مع عدد منهم ليخبرنا عن مشاركته في هالمهرجان وكمان عن آخر أعماله. أهم شيء اليوم بالنسبة لي رح أقدمه مع مجموعة من الفنانين العرب هو أوبريت عن القدس، وهذا شيء مهم كتير إنه حتى مهرجاناتنا العربية تهتم بالقضية الفلسطينية وبالتحديد في هاي الآونة وما تتعرض له القدس والقضية الفلسطينية من مؤامرات. إن شاء الله عندي على العيد أغنية عراقية إن شاء الله من الحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود. عندي إن شاء الله بعدها في أغنية تانية فلسطينية قريبا يعني. مبسوطة كثير موجودة بافتتاح مهرجان الفحيص 27 بهالاحتفالية الرائعة الخاصة المهداة من الأردن لفلسطين. كانت اليوم مشاركتي بأغنية أردنية وتوجناها بالآخر بالأوبريت. الأوبريت كان رائع جدا، غنائي وغناء نخبي من الفنانين العرب، ومبسوطة كثير وبكل اللضوف. وشكرا لأهل الفحيص المضيافين اللي بجننوا. جديدي كانت مش مسموح، وهلا إن شاء الله عندي أغنية مصرية رح تنزل حعمل فرح اسمها، حتنزل إن شاء الله بالعيد. سعيدة جدا اليوم أكون بحفل مهرجان الفحيص، بصراحة كل فخر إني أكون بالذات بين أهل الفحيص، أهل الحضارة والثقافة والفن. آخر أغنية اسمها تكبر وتعلى من ألحاني كلمات ينال المصري توزيع محمد فهد، غنيتها اليوم أطلقتها من خلال مهرجان الفحيص. مهرجان عريق وإله اسم كتير كبير ومتشرف دائما نكون موجودين. مشاركتي راح تكون فقرة بأوبريت مع مجموعة من الفنانين اللي كلهم نجوم ما شاء الله عليهم. فرح قدادة، قناة الغد، الفحيص.